ازيكم يا حلوين. النهارده هنعمل اكله ما زي ما بيقولوا كده ما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل الممبار. هنحتاج بصله كبيره، انا حوالي ده نص كيلو رز، 5 فصوص ثوم، خضره شبت على بقدونس على كزبره مفرومين ناعم، طماطم مش معصوره بس هي تبقى متقطعه صغير جدا، طبعا الممبار، والتوابل بتاعتنا معلقه كبيره ملح ومعلقه صغيره بقى فلفل، شطه، نعناع، بهارات، بابريكا وتوم. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندنا البصل، هنحط فيه التوابل بتاعتنا ونقلبها كويس، لازم يدعي كويس فيها الملح والفلفل والبهارات. ممكن نزود كمان معلقة صلصة لو حابين. نجيبها كويس كده، البصلة تشرب الطعم، نحط عليها الثوم. الممبار بيتعمل حاجته ني في ني، هو عامل زي تسبيكة المحشي بس ني في ني مش على النار. كده تقريبا تمام. نبدأ بقى نحط الحاجة على الرز بتاعنا. نقلب مش عارفه قلت ولا لا، ده حوالي نص كيلو رز مغسول كويس ومصفيه منه الميه، مفيهوش ميه كده تمام. نحط بقى الطماطم والخضره، الطماطم والخضره بتاعتنا، انا ما كانش عندي خضره فريش، انا ببقى مقطعه شويه وشايلاها في الفريزر، طبعا بتبقى سهله جدا لما نيجي نعمل محشي. اي اهم حاجه عشان ما تسودش مننا اطلع على طول من على الفريزر، بنستعملها على طول ما نسيبهاش تفك، لو فكت هتلاقوها اسودت مننا. نقلب كده كويس، نحط لها معلقة صلصة كده تحمر شويه، هي الصلصه مش اساسي بس احنا حطينا معلقه صلصه كده ايه تديها لون برضو. تمام كده، نقلب انا بحب يبقى لونه محمر شويه. حطينا صلصه، وعشان يبقى مفلفل نحط زيت. واحده طلع بس الزيت حبه زيت صغيرين يطلع مفلفل معانا ما يبقاش معجن. اقول لكم بقى التركايه ازاي ما يفرقعش مننا. طبعا كتير بيجي يعمل الممبار في البيت يقول لك ده فرقع ده عمل، هقول لكم بقى ازاي نعمله وما يفرقعش مننا. طبعا النعناع بيديله طعمه وريحه جميله، الشطه انا مش من هواه الشطه بس الممبار بالذات لازم يتحط له شطه، طبعا لا عايزين يحطوا فلفل حامي برضو بيديله طعم جميل. كده تقريبا الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه، ثواني اجيب بقى الحله اللي احط فيها وارجع لكم. جبت الحله بتاعتي اهي. طبعا الممبار من الحاجات اللي انا ما بحبش حد ياكلها من بره، وانا ما بحبش اكلها من بره لان لازم ننضفه كويس. بنجيب الممبار تنظيفه يعني سريعا كده، نجيب الممبار بنروح قلبينه تحت الميه، ننقعه في ميه وملح وخل ونسيبه شويه، وبعد كده
ايه حسب ما انتوا بتنضفوه ازاي. انا بنضفه بالسكينه، بقعد اكحت فيه، وبعد كده اروح وهو مقلوب بعد ما خلاص تنضيف كده بالسكينه، يعني هو انا بقلبه واقعد اكحت كده بالسكينه لحد ما انضفه خالص. وبعد ما نضف اروح حاطاه في ميه وملح وخل تاني، واسيبه كده 3 4 ساعات كده ينضف، واروح شطفه وراجع قلباه تاني تحت الميه. ده سريعا كده تنظيف الممبار. هي الحته اللي طلعت في ايدي حظها ان هي صغنونه، انتوا زي ما شايفين كده انا باين في الكاميرا ماسكاه بصباعين ونحشي. ايه اللي يخلي الممبار ما يفرقعش مننا؟ طريقه الحشو. الممبار ما يتكبسش. يعني ايه ما يتكبسش؟ يعني ما بقاش انا ملياه على اخره، انا بعمله ويبقى مبطط خالص كده، شايفين رفيع هتلاقيه كده مبطط خالص، عشان الرز كده ولا كده بيكبر مننا بينفش يعني. فلما بينفش وهو مليان على الاخر المنبار مش هيعرف يعمل في الحب مفرقع خالص. هجي اوريكم بس واحده تبقى اكبر شويه، ماشي؟ يعني دي كبيره، هاخد على قد ما اقدر وبعد كده اقطع طبعا الحجم زي ما انتوا عايزين. هي دي حته زياده مش مشكله اهو، زي ما انتوا شايفين كده باين في التصوير اه كده اهو، وطريقه سهله جدا. نحشي ما بياخدش وقت، كانك بتعمل محشي بتنجان عادي جدا كده كده اهو. نبدأ بقى نوزعه اهو، نكبس 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 نكبس. انا مش هعمله كبير قوي مش صغير قوي، خليه وسط. هقطع كده بالسكينه اهو، نبطط خالص كده. اهم حاجه ما يبقاش مكبوس، لما بيكبس هيفرقع كده اهو. تمام، ونرصه داير ما يدور في قلب الحله بتاعتنا. واحده كمان اوريكم برضو الطريقه تاني. فتحناه اهو كده بصباعين، طبعا لو صغير بقى اصغر من كده ممكن تعمله بقمح، او ممكن في المفرمه اللي هي بتاعت اللحمه ممكن تحطوا فيها ليها جزء قمح كده تحط فيه تعملوه لو هو رفيع. ايضا ده ما حجمه معقول بصراحه. والطماطم بتبقى مقطعه كده بتبقى طعمها جميل. انا في جزء ضربته بالكبه وجزء رحت مقطعه على ايديا، انا مش عايزاها صلصه، انا عايزاها تبقى مش قصدي مش عايزاها يبقى عصير الطماطم، عايزاها تبقى فيها قطع. فعملت حبه كده وحبه كده تقريبا. خلاص ده شوية صغيرين الناحية دي مش كتير، حبة كان ناقصين. طبعا على قد ما نقدر ما نخليش حواليه رز، كل ده هينزل في الشوربة بتاعته اهو. نبطط خالص كده في الحلة. انا هروح اكمل الباقي وارجع لكم. ده كده بعد ما خلصت خالص زي ما انتم شايفين كده، انا رصيته فوق بعضه. تاني تركاية معانا عشان ما يفرقعش برضو، احنا بنجيب مية مغلية ونحطها عليه مش مية ساقعة، عشان المية المغلية بتخليه الاطراف تمسك في بعضها زي ما هتشوفوا كده. يبدأ يمسك في بعض، يبدأ يلم، والرز ما يطلعش منه. هنحط ملح وفلفل للمية عشان تسويه صغيرة
كده فلفل ومعلقه برضو ملح مش كتير عشان ما يحدقش مننا، ونرفعه على النار وارجع لكم بعد ما يخلص خالص. ده كده زي ما انتم شايفين بعد ما استوى خلاص، سبته اتسلق، بيستوي زي المحشي او زي الرز. هروح بقى احمره في الزيت وارجع لكم بقى بعد ما يخلص خالص. وده كده زي ما انتم شايفين بعد ما خلص خالص، يعني مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي وطعمه هيبقى وهم، يعني مش قادره اقول لكم عامل ازاي. متنسوش لو عجبتكم الوصفه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وفولو مي على الانستجرام، ولايك لصفحتي على الفيسبوك. باي باي.